الرابعة صباحاً، الثانية بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على خلق ظروف حياة مستحيلة في قطاع غزة بشكل متعمد، ويعمل على منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأهالي. وخلال تقديم مرافعة مصر الشفهية أمام محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة، أضافت ممثلة مصر أن الاحتلال يخطط لاقتحام رفح الفلسطينية التي يسكنها أكثر من 1,300,000 فلسطيني. وأوضحت ممثلة مصر أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس الشريف أمر مرفوض، وأن الاحتلال يهدف إلى إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، مؤكدة أن حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه هو جريمة حرب. أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره السعودي فيصل بن فرحان حتمية الإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون يوميا، فضلا عن الرفض القاطع لأي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح ومحاولات التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم. جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرين في مدينة ريو دي جانيرو على هامش مشاركتهما في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين بالبرازيل. واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة القادمة للحد من الأزمة في قطاع غزة والاحتواء تداعياته على كافة الأصعدة، والعمل كذلك على احتواء ومنع توسيع دائرة العنف إلى أجزاء أخرى في المنطقة. خلال مشاركته في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، شارك وزير الخارجية سامح شكري في جلسة بعنوان دور مجموعة العشرين في التعامل مع التوترات الدولية الجارية. واستعرض شكري في كلمته أوجه فشل النظام الدولي، والتي يتمثل أولها في فشله في المحافظة على مبادئه وأعرافه، حيث يتم انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة. وطالب وزير الخارجية مجموعة العشرين وأعضائها بإنهاء الاستقطاب الراهن والعمل على تحقيق وقف فوري ومستدام للعدائيات ووصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني دون عوائق، كما شدد على أهمية ضمان امتناع إسرائيل عن أي تحرك عسكري في رفح من شأنه تهجير أو نقل الشعب الفلسطيني للدول المجاورة. قال رؤساء 19 وكالة أممية دولية إن المدنيين في غزة في خطر شديد بينما يراقب العالم، وذلك في بيان مشترك صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وهي أعلى منصة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة. وأوضح المسؤولون أن مدينة رفح الفلسطينية تحولت إلى ساحة معركة أخرى في هذا الصراع الوحشي، ونبهوا إلى أن من شأن المزيد من التصعيد العنيف في هذه المنطقة المكتظة بالسكان أن يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. وحددوا 10 متطلبات من أجل تجنب كارثة أسوأ في القطاع. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلين في رفح جنوبي قطاع غزة. كما دمر طيران الاحتلال مسجد الفاروق في مخيم الشابورة بمدينة رفح، ونفذ غارتين قرب بوابة صلاح الدين وخربة العدس. وفي وسط القطاع شن طيران الاحتلال غارات على دير البلح، بينما قصفت مدفعيته مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل سيدة وطفلة جراء ضربة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت حي المشاع في بلدة مجدلزون، مشيرة إلى مقتل المدنية وإصابة ابنتها بجروح خطيرة، فيما أفاد مصدر طبي من جهة أخرى بمقتل طفلة أيضا جراء القصف الإسرائيلي.
قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية مستمر، لكنه لا يحقق النتائج التي توقعها شركاء أوكرانيا. وقال شميهال إن الجيش الأوكراني ما زال يعاني من مشكلات نقص الذخيرة والقذائف على الجبهة، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية لجأت إلى الطائرات المسيرة والروبوتات والتقنيات الجديدة مثل الحرب الإلكترونية للتغلب على هذه المشكلة. مشاهدينا، بهنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي ناردين حبيب، دمتم في أمان الله.